وقع النهار الاول 17/3/2021 النهار الاربعاء مع 8:15 تقريبا تعيطوا لي، انا كنت خدام تعيطوا لي قال لي شوف امك وباك راه ضربهم الشفار. ملي جيت كنلقى الوالده والوالد في حاله لا اله الا الله وقول ميتين وصافي. عيطنا للامن وعاود عيطنا للاسعاف وجاو قاموا بالواجب ديالهم الله يجزيهم بخير. ملي مشينا لدار ابو عزه ما شدوهمش، هينو قال لك عندهم حاله ما يمكنش شدوهم حنا، صيفطونا للميريسكو. ايوا درنا سكانيرات للوالده والوالد وسميتو خيطوا لهم وديناهم. بالنسبه للوالده بسبب هذاك سميتو الدم اثر عليها 7 ايام اللي عاشت فقط ومات، والوالد راه تقريبا من وراها سميتو اثر بزاف ولي حتى لدرجه ولينا كنديروا ليه ليكوش فقط. درنا ليه عمليه تقريبا حتى هو واحد المبلغ في كلينيك وشي ناس وقفوا معنا الله يجزيهم بخير وتسلفنا وراه باقي الان علينا الدين وكذا والحمد لله راه شي شويه، ولكن باقي مريض هو نفساني باش انسان الجوجه ديالو عاش معاه سنين ومات حداه كما قال هو ما وقفش على القبر ديالها ما الزنازه ديالها راه ماشي سهله. وجينا هذه الثالثه في المرات كنجيو للجلسه. دابا راه القاضي طلب منا باش نجيبو مذكره، ملي سولنا قال لك مذكره ضروري محامي اللي كيديرها. دابا حنا قلنا للمحكمه بالنسبه حنا كنطلبوا نتنازلوا على الحقوق ديال بالنسبه للماده، فقط بغينا اشد العقوبه ياخذها هو فقط، هذا الشيء اللي كاين هو هذا. وتا دابا الا كان شي محامي اللي يمكن ينوب علينا في هذا الملف ولا شي محسنين وسميتهم ما كاين حتى مشكل، جزاهم الله خير. النهار الاول وليدي قلت لك انايا شنو قال لك غادي نمشيو نبيعوا هذه الدار، نمشيو نبيعوها ونمشيو نشريو حدا اخرى اللي هي دار 16. قلت يا وليدي هذيك باقا ما محشيه ما والو، هذا غادي نبداو نبنيو فيها وهذه نخليوها، حنا نخليو على الوالفه ونمشيو نبرو على التالفه. كي درتي ليا؟ حنا وليدي ما محولينش هذه، قال لي ما تتباعش. هذا علاش يا وليدي رفد لقى الشناف؟ هذا الشيء علاش رفد لقى الشناف؟ وجاب لقى معرض ولدي يخبط فيا مع السروقة، ضرب الوالدة قالت يا وليدي غادي تكتب باك، قال هذا ما هو شيء بوالد، وبرك وقال خبط فيا المعرض، دار لي المعرض، ورجع للمنتجية بدا يضرب فيها تاهي المعرض، ضربها 4 ضربات ولا 5 طيح له الشقفة ديال راسه. هو هادشي اللي نعاود لك وليدي هو هذا. مشينا وليدي عند البوليس، لا البوليس جابوا الدري ولدي، جابوا ولدي جابوا، قال لي اودي راه كاينه هذاك الوالده والوالد طايح، راهم طايحين كاع عامرين تمايات. هذا جا البوليس، هذا حكوا عليهم، حكوا عليهم وداهم، جابهم الاربعه. ملي داهم الاربعه قال لهم سيدي ما قبلوش ندير مريزكو، هذا حكوا علينا ودونا تاني لمريزكو. عاد شدوه هو دو هذا الشيء علاش ولدي هو اللي برك علينا وقال قتل فيها المرا قتلها المرا قتلها وانا راني بقيت ولدي عالجوني هذاك طب تعاونوا معايا المحسنين هذا باش انا ما عندي ولدي باش ندير العمليه مقرق بيه مالو بويا علاش شدوا ديك المرة البوليس ما شدوش على الحشيش ما شدوا على الحشيش وقلت يوم جيت تما هذاك الدري شديته ليا قال لي سيدي رحنا استناه على في الحشيش اللي يكمي في الحشيش ورحنا شديناه سير قال لي الحاجة سير في حالتك راه نوبة أخرى شدوه وقال لي سيدي سير في حالتك أقدم مع الدهر يكون عندك العقوبة بغيتو ما يخرجش من الحبس ديما يبقى في الحبس بغيتو يبقى في الحبس ما عندهم ما يخرج يدير عندهم من الفوق لا خرج يقتلني ما يخلينيش حي.